السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. المتابعين الاعزاء ديالي، اليوم جبت لكم عرض لواحد الشقه جميله وتحت طلب ديال العديد من المتابعين الاعزاء ديالي. شقه جميله وجات في موقع ممتاز، كما كتشوفوا معايا حنا كنتواجدوا في البرنوسي القدس شارع امام مالك. هاد الشقه هادي جات كتواجد في الدوزيام ايطاج، شقه جميله. وقبل ما نبدا كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، شكرا لكم. ومرحبا بالناس اللي دخلوا جداد للقناه، مرحبا بكم. ما تنساوش تابوناو في القناه باش دائما يبقى يوصلكم الجديد، وعلى بركه الله. كما كتشوفوا معايا هذه الدخله ديال الاقامه، راه اقامه محروسه. بالنسبه للبارتمان راه كتواجد في الدوزيام ايطاج، بارتمان جميله. بالنسبه للمتراج فيها 80 متر، فيها جوج البيوت وصالون سيجور تبارك الله كبير، لا كويزين، وكاين البالكو في لا كويزين، كاين الحمام. بالنسبه للشقه راه عندها جوج واجهات. بالنسبه للشميسه راه مشمسه على طول النهار، كما كتشوفوا معايا شقه جميله ما شاء الله، نقيه مشمسه. بالنسبه للشميسه راه على طول النهار، كاين لاكاف، وكاين عندك البلاصه ديال السياره ديالك في لاكاف، كاين سطح. بالنسبه لهاد الشقه هذه راه كتواجد في اقامه ماجوريل القدس البرنوسي شارع امام مالك. بالنسبه للمتراج فيها 80 متر، جات في موقع ممتاز، موقع زوين، جميع المرافق متوفرين، يعني كل شيء كاين حداك. انفاس معها كاين الفيلات، جميع المواصلات متوفرين. كما كتشوفوا معايا هذه اطلاله على المحيط ديال الشقه ديالنا. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل بخصوص هذه الشقه هذه، والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من واحد جيم دعما لنا لنستمر في نشر المزيد. بالنسبه للثمن، السيده تطلب فيها 76 مليون قابله للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا. والناس اللي كيسولوا على الجديد، راه دائما كاين الجديد وكاين بارتمان في متناول الجميع، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. بالنسبه للبرنوسي القدس 3 ايطاج تباعت. وبالنسبه للبارتمان اللي كتواجد في بروميير ايطاج، وكاين عندها بارتمان في 3 ايطاج تابعه ليها، راه مازال كاينه. كما كتشوفوا معايا هذه لا كويزين تبارك الله، راه كبيره ما شاء الله، كاين فيها البالكو. وبالنسبه للبارتمان اللي كتواجد في الدوزيام ايطاج في البرنوسي القدس، راه مازال كاينه، متراج كبير، اللي بغاها مرحبا. فيها 96 متر، وكاين عندي بارتمان في بروميير ايطاج حتى هي في البرنوسي القدس، بروميير ايطاج، والثمن ديالها هو 48 مليون قابله للتفاوض. بالنسبه للمتراج فيها 65 متر. كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون خفيفه على قلوبكم، وكنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه، وحتى نتوما بدوركم
الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وبالنسبه لهذه الشقه هذه راه مشمسه على طول النهار بحكم ان عندها جوج واجهات. بالنسبة للمتراج فيها 80 متر وبالنسبة للثمن السيدة ستطلب فيها 76 مليون قابلة للتفاوض. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا. بالنسبة للبارطمات اللي كيتواجدوا عندنا في أناسي راه مازال كاين عندنا بارطمات اللي مازال ما تباعوا كاين بارطمات اللي تباعوا. بالنسبة للبارطمان اللي كتواجد قرب تيرمينسترام ثلاثة البيوت والصالون راه مازال كاينة اللي بغاها مرحبا. الثمن ديالها هو 40 مليون. وبالنسبة للبارطمات اللي كيتواجدوا في شارع محمد الزفزاف تباعوا. مازال كاين عندي سفلية عالية زوينة وبثمن جد مناسب. اللي بغاها مرحبا راه كتواجد في حي الولاء قرب الضمان الاجتماعي وجات على شارع الترام شارع محمد الزفزاف. اللي بغاها مرحبا راه مازال كاينة ومتراج كبير وكاين عندها جريدة. بالنسبه للبارطمات اللي تيتواجدوا في سيدي مومن حي الدومه راه كاين عندنا بارطمات اللي تباعوا بارطمات اللي مازال كاينين. كاين عندنا بارطمات في الديور 100 متر كاين عندنا بروميير ايطاج او دوزيام ايطاج او تروازيام ايطاج. الناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب الله يجازيكم بخير. اللي ما جاوبتوش يعاود يتواصل معايا باش يطلعوا ليا الارقام ديالكم. والناس اللي باغين يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا والف مرحبا ما عليكم الا تواصلوا معايا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. والله يجازيكم بخير الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالجيمات باش يطلع لا فيديو يبان للناس وتعمل الفائده ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كنتمناو. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.